السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس اليوم اللي حنتعرفوا فيه على طريقة التحويل من نظام العد السادس عشر اللي هو الهكساديسيمال للنظام العشري اللي هو الديسيمال. طريقة التحويل بسيطة جدا ونفس الأسلوب من الثنائي للعشري، من الثماني للعشري نفسها حنتبعوها من السادس عشر للعشري، ولكن في حاجة بسيطة بس تختلف، والشيء هذا نكرر فيه في كل درس في دروس التحويل حتى ترسخ في دماغكم وما تتلخبطوش أم تكون عندكم امتحان أو تيست. حاليا على سبيل المثال وبدون إطالة حديث، عندنا عدد اللي هو A1F بالنظام السادس عشر. شخص معين حيقول لك أوكي الواحد تمام بالنظام السادس عشر، لكن الـ A والـ F شو تقصد بها؟ حنرجعوا لسبب تسميته بالسادس عشر. هو تم تسميته بالسادس عشر لأن القيم من صفر لتسعة هي 10 خانات، بالتالي عندك ما فيش 10 11 ممثلينهم بحروف، يعني 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F. لو نحسبوا ال A حتكون مثلا 10، أو ال B وال C وال D وال E وال F، أمتى حنحسبوهم كل حرف بالخانة اللي توازيها بالأرقام، حنوصلوا في الاف تساوي 15. اوكي هو سموه السادس عشر، كيف 15؟ لان عم تنعدوا من الصفر لل 15 حيطلعوا 16 قيمه، يعني هو كان نبدو من الواحد واحنا عندنا سادس عشر، يعني احنا نبدو من الواحد لل 16، لكن احنا بدنا من الصفر، فعندنا من واحد ل 10 وخمسه وزدنا معاهم الصفر عندنا 16. فمن الصفر للتسعه ومن ال10 لل 15 حسبوه لنا حروف A B C D F. فعندنا ال A وال F، يعني ال A تساوي 10، عم تنحسبوا لاخر قيمه اللي هي الاف حتكون 15، انا من 0 ل 15 تساوي 16، فيعني الا تساوي 10 والاف تساوي 15. احنا حنتعامل معاهم كارقام، بس هو كتبهم لنا بالنظام السادس عشر، شيء طبيعي حنتعامل معاهم كحروف كما في هم في نظامهم، لكن احنا حاليا حنحولوهم للنظام العشري. يعني يعطيك في السؤال يقول لك ايه واحد اف بالنظام السادس عشر، حولها للنظام العشري. حنستخدم نفس الاسلوب، حناخد اول خانه اللي هي الا، حنضربوها في النظام حاليا المراد تحويله نوعه اللي هو 16. الاس متاع العدد هذا هو كميه الخانات اللي بعد او تالي الخانه اللي احنا حاليا نحوله فيها، يعني احنا نحوله في الايه، حنضربوا الايه في ال 16 لان هو نظام سادس عشر، اس 2 لان في بعدها خانتين الواحد والاف، اس 2 زائد الواحد ضرب 16 اس 1 لان في بعدها خانه واحده اللي هي الاف، زائد الاف ضرب 16 اس 0 لان ما عادش في بعدها اي خانه. حاليا احنا حنمثلوا ان الايه 16، ان الايه 10 والاف 15، تقدر تعوضها في سطر بعدها اذا انت تبي، لكن تقدر تختصر الوقت لان خلاص انت اوريدي عارفهم في دماغك. يعني حتكون عندك 10 ضرب 16 اس 2، 16 اس 2 يعني 16 ضرب 16 تساوي 256، حنضربوها في ال 10 حنزيدوها صفر من جهه اليمين حتكون عندنا 2560. عندنا 1 ضرب 16 اس 1، اي عدد في اس 1 يساوي العدد نفسه، يعني 16 في الواحد 16. اللي بعده عندنا اف اللي هي 15 ضرب 16 اس 0، اي عدد اس 0 يساوي 1، يعني 15 في الواحد يساوي 15. نجمع القيم الثلاثه اللي هي 2560 زائد 16 زائد 15 تعطينا 2591، وهذه هي القيمه اللي موازيه لل A1F بالنظام العشري، يعني A1F بالنظام 16 توازاها القيمه 2591 بالنظام العشري. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالدرس هذا وكان قصير وبسيط بالنسبه لكم. في حال في اي سؤال يا ريت تحطوه في التعليقات او تراسلوني عبر قنوات التواصل الاجتماعي الموجودين في الديسكريبشن او صندوق الوصف، وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق ونتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم.